هذا سائل يقول: أنا موظف حكومي في إحدى دول في أحد الدول الإسلامية، وكلفتني الحكومة بشراء كلاب للحراسة. أنا موظف حكومي في إحدى الدول الإسلامية، وكلفتني الحكومة بشراء كلاب للحراسة للتفتيش عن المتفجرات، فهل يجوز لي القيام بذلك؟ لا يجوز بيع الكلب. الرسول نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلب. لكن أن يبذل شيء من غير ثمن، ما يعتبر ثمن، يبذل شيء للحصول عليه ولا يعتبر بيع وثمن، هذا أسهل. نعم.